الطريقه كيفاه نلقاو لي كور نتاعنا في ستادي سكيلز الموديل سهله بزاف بزاف، حتى وما عندكش كونت. اول حاجه واش دير؟ ها، تروح لجوجل، تدخل للسيت هذا، تكتب ويب اللي هي معناها مباقي موديل، ها تكليك عليه، تلض على اللينك الاول هذا تاع اي ليرنين، ها يدخلك طول للموديل، تلقى هكا بالاخضر حتى ما عندكش كونت. ها تروح تفتش على الفاكولتي نتاعنا تاع لاتري لونغ، تكليكي، تزيد تفتش على ديبارتمون دونجلي، تزيد تكليكي، تدخل ليسونس، تروح لسكندير سيمستر الاول، ومن بعد تلقاو لي موديل هنا. كل موديل نورمال تكليك عليه، تدخل مود باس اللي مديهولك الاستاذ تاعك ولا اللي كاين يعطيهولكم بار ايميل، تدخل طول للكور. ها بالنسبه للستادي سكيلز نكليكيو على ستادي سكيلز، ومن بعد كي هنا اذا عندك الكونت تعمر المعلومات نتاعك في اليوزر نيم باسورد، اذا ما عندكش شوف لتحت لهنا لوغ ان از جيست، ادخل في لوغ ان از جيست. ها او قادر يدخلك طول بلا ما يضمد عليك مود باس، سي بون. ها تلقى هنا السيلبس، ومن بعد كي تلقى الليكتشر 1 تلقى سلايد شو نتاعها، لينك يديك اليوتيوب، ومن بعد كي بي دي اف تاع الليكتشر الاولى البراكتس، والليكتشر الثانيه الانترودكشن ليها، سلايد شو نتاعها تكليكي هنا يديك طول اللينك تشوف سلايد شو تاع باوربوينت تاع الليكتشر، ومن بعد كي بي دي اف تاع سكند ليكتشر براكتس اللي لازم تفيني به. حظ موفق.